مرحبا بكم معنا في فقرة معنى ارتقي مباشرة لضيفنا الأستاذ أحمد النور حبابك عشرة في أنفاس الورد. أسعد الله صباحكم بكل خير وسادة المشاهدين بكل خير إن شاء الله. الله يديك العافية. مرحبا بك أستاذ أحمد النور، عضو الفريق القومي للتدريب ومدير التدريب بمحلية جبل أولياء. ما شاء الله تبارك الله، مصبحنا باللبس في تعالي صحفات الأولية لكم حبابك الميلاري. خلينا نبدأ مباشرة ونتكلم عن أسبابه أول حاجة، باعتبار أنه الإنسان لازم يعرف الأسباب على أساس أنه الوقاية خير من العلاج. نعم. نحن حنتطرق أو حنتعمق أكثر حاجة في المشاكل بتاعت الملاريا، لأنه بقت حاجة موضوعة عندنا بكثرة في أي منطقة. اللي هي الأسباب اللي بتدخلنا فيها، اللي هي العملية بتاعت التراكم بالنسبة للمياه الراكضة، الحشائش اللي بتكون داخل المنزل أو خارج المنزل، العملية بتاعت تراكم النفايات ذاتها. نحن ذات بعض المرات العملية بتاعت التعامل مع النفايات بتكون بصورة سلبية، حتى في نفس الحين نحن بنشوف الحاجة دي إن هي خطأ وما بنحب انه نسكت عنها، ما بنتعامل معاها انه انا اشيل الحاجه دي اوديها المكان الصحيح بالنسبه لها. لا، نحن بس بنحاول بعض الاحيان انه شفتها بتعاينه تعدي. بنفس الحين الحاجه دي ممكن تكون ضرر بالنسبه لك وضرر بالنسبه للناس الناس اللي حوالينا، وما قاعدين نهتم بالحاجه دي يعني بصوره سليمه. فيعني احنا نتمنى في الحلقه بتاعت اليوم ان شاء الله الناس يعني تهتم بالنقطه دي شديد جدا جدا. كما برضه هنتطرق برضه للعمليه بتاعت الاصلاح البيئي بصوره عامه. جميل. دي برضه من الكوارث بتاعتنا برضه الموجوده، ونحن بنحط العاتق الاكبر في الجهات المسؤوله. صحيح. في نفس الحين الـ 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 المصب او المكب الاكبر بالنسبه للاصلاح البيئي او الخطوره بتاعت الاصلاح البيئي بتيجي من الانسان. صحيح. اللي هو المواطن ذاته في حد ذاته. وعلى الاهمال هو من مسببات الملاريا. مش ده اول حاجه. نعم. ممتاز. طيب استاذ احمد، خلينا احنا نتكلم بلغه المجتمع السوداني البسيط، نتونس وندردش مع بعض. فانه الان واحد من افراد العائله لا قدر الله اصيب بمرض الملاريا. نعم. تمام. نسبه لانه الامطار جات والمياه الراكده او القمام الكثيره بتكون حوالين المنزل وغيرها من الاشياء. طيب هل في علامات محدده اقدر اكتشف بها؟ يعني بدل ما انا امشي مثلا المستشفى يقول لي والله يا اخي عنده ملاريا، وهم يكون عنده ملاريا. عرفت كيف؟ فانا عايز اتاكد باشياء بسيطه جدا، علامات توريني ليه عشان اقدر اعرف بها اذا عنده ملاريا ولا ما عنده ملاريا، واعمل لي اسعافات سريعه. طيب في النقطه بتاعت انه العلامات اللي بتظهر بالنسبه للشخص اللي بيكون حامل الملاريا او طفيل الملاريا، بتظهر عليه عمليه بتاعت ارتفاع بالنسبه لدرجه الحراره اللي هي بين قوسين احنا بنقول حمى. بيحصل عمليه بتاعت الام ووجع في المفاصل. تمام. في بعض الحالات بعد مرات الالام اذا حصلت بتكون الام حاده جدا جدا. صحيح. في المنطقه بتاعت المفاصل بيحصل عمليه بتاعت تقيؤ او عمليه بتاعت استفراغ او اسهال. بيحصل عمليه بتاعت بيقول لك يا اخي انا حاسس بحموضه. تمام. في الفم. تمام. فبيلجا لنقطه برضو انه بتكون في عمليه بتاعت تعرق كثير وبتكون ليلا، في نفس الحين بحس بنفسه بيقول لك انه انا بردان. عمليه بتاعت البرود انا من اجي المس المصاب بالقهوه انه هو دافئ وحار، لكن عمليه البرود دي بيكون حاسسها من فين؟ من جوه. من الدافع. تمام. ونحن قاعدين نتعامل مع النقطه دي بصوره خاطئه كمان، بنلجا وبنقول له يا اخي خلاص بنجيب لك بطانيه بنغطيه بالبطانيه، فشو يقول لك انه انا لسه بردان بغطيه ببطانيه ثانيه. لاحظ العمليه بتاعت التغطيه هو درجه حرارته عاليه بيحصل شنو؟ بيحصل عمليه بتاعت فقدان للسوائل، انه بيحصل عمليه بتاعت خروج كثير من العرق، ودي جانب من فقدان السوائل. بعد شويه حنخش في مشكله ثانيه انه نحن محتاجين لازم شنو؟ نعوض السوائل والكلام ده. فدي العلامات اللي بتظهر بالنسبه للشخص اللي بيكون حامل المرض. في نفس الحين العلامات دي شبيهه لمرض اخر اللي هو مثلا زي اليرقان. تمام. نحن كعاده بعض المرات لما نحس بالاعراض والعلامات ما بمشي الطبيب خلاص ورد، انا عارف عندي ارتفاع في درجه الحراره، عندي حمى، عندي الام واوجاع، حاسس بحموضه، في عمليه بتاعت استفراغ اسهال، بمشي الصيدليه مباشره. صح. بمشي الصيدلانه واقول له يا اخي انا عندي الحاجه الفلانيه اديني العلاج الفلاني بروف. ما في داعي انه انا امشي للطبيب. صحيح. ده الكلام اللي تكلمنا عنه في الحلقات الاولى، انت نفسك بتقيمها بكم. صحيح. تمام. في نفس الحين ليه الحاجه اللي بتمنعك انك تمشي جهه الاختصاص شنو؟ امشي قابل الطبيب، الطبيب يكشف عليك العلامات الحيويه، بعد ذاك يحولك للمعمل، المعمل يجي راجع بنتيجه يقول لي يا اخي انه فلان فلان عنده المرض الفلاني. صحيح. عشان اديك العلاج المناسب. احتمال العلاج اللي انت مشيت اخذته دي الملاريا واقفه على العلاج واحد؟ لا، انت مشيت اخذت العلاج على رد الفعل بتاعه كان سلبي. سلبي.
طيب ضريت نفسك ولا ما ضريت؟ ضريت تمام. عشان كده هنا احنا بنحبذ انه الواحد لما يحس باي مرض ما بغض النظر هي كانت ملاريا او اي مرض اخر، حسيت باي الام اي اوجاع عليك الله توجه لجهه الاختصاص، بعد ذاك هم يقوموا بالاجراء اللازم ويدوك العلاج المناسب. نبطل التنظير. التنظير ده نخليه. والحاجه الغريبه انه تلقى زول مثلا جاره او معاه في البيت يقول له والله انا عندي نفس الاعراض دي، تعرف انت عندك تايفود او ملاريا، امسك الحبوب دي وابلعه ما تنفع. طبعا بالذات هي احتمال يعني الردود السلبيه بالنسبه للادويه الشراب او الكبسولات او الحبوب احتمال في المراحل تكون ضعيفه. لكن تخيل اذا كانت محاكم، يعني هي جرعه عبر انه تاخذها عبر العضله او بتاخذها عبر الوريد، رد الفعل بتاعها بيكون شنو؟ اسرع. يعني مثلا انا حس الليله بتعامل مع مضادات الحيويه مثلا عائله البنسلين. طيب هل البنسلين ده بيتطابق مع اي شخص؟ لا، لازم اجري عمليه بتاعه اختبار وعمليه بتاعه تاكيد حتى بعد ذاك يسمح لي ان انا اخذ العلاج في حاله انه ما حصلت لي اي اثر. لكن احنا لا، فلان الفلان اوزر من الناس البيت جاته الحاجه دي، يا شلت الروشتة ومشيت، يا شلت الكرتونه او العلبه بتاعه الدواء ومشيت للصيدلانه وقلت له اديني العلاج الفلاني ده. وبجيب مباشر عمليه الاستخدام ده ممكن تكون ردود الفعليه بتاعتي سلبيه. لو نحن نتكلم عن اهميه العلامات الحيويه هي ايه؟ انه انا لازم اعرف التشخيص الصحيح لما يشكو منه المريض. النقطة الثانية لازم اديه العلاج المناسب على حسب التشخيص اللي اخذه التقرير بتاع الطبيب. صح. بعد ذاك بشوف حالة المريض انها بتتقدم نحو الاحسن ام ماشي الى شنو؟ الى الأسوأ. ما عايز اعرف ردود فعل الدواء المعطى للمريض، هل هو ايجابي ام سلبي؟ دي الحياة احنا ما قاعدين نركز عليها، احنا بس علينا انه بس انه اخذ علاج ان الله حب المحسنين. معناها اول طريقة للإسعاف انا مفترض امشي الدكتور مباشرة. الطبيب مباشرة، ما فيها عملية بتاعت انك انت تقعد تتدارك وتقعد. بعدين احنا عندنا مشكلة كبيرة. يعني انا ذاتي لما احس بالاعراض والعلامات دي عشان امشي لجهة الاختصاص ما بمشي، في نفس الحين رجولي بتكون محركاني انه انا اقدر امشي. لكن بتصل مرحلة بتاع شنو وحكة وبتبقى طريحة الفراش. تبقى هنا في النقطة دي شيلوني ودوني. طيب انت من الاول حسيت بالاعراض والعلامات في حاجة كان بتمنع، كان تمشي. نفس المشاوير اللي انت كنت بتطلعها تمشي الحته الفلانيه للغرض اللي انت عايزه، امشي طوال يا اخي في شارع يا اخي لقيت الوحده العلاجيه ادخل قابل الطبيب. هي ما يعني ما مكلفه هي ذاتها، يعني حتى انت خسرت في نفسك 50 جنيه 200 جنيه 100 جنيه، فنحن بنشوفها خساره في نفسنا. يعني صح نفس الكلام بقوله في اي دوره انا بتعامل معاها، نفسكم دي بتقيموها بكم. في نفس الحين نحن قاعدين نعاين لامور ثانيه نحن ما محتاجين لها. تمام ممتاز. طيب يا استاذ احمد، انا احنا الان اخذنا اسباب الملاريا، اخذنا العلامات اللي ممكن تورينا عن الملاريا. لو سالنا هل ممكن الاكل والشراب مثلا المكشوف الموجود الان في الاسواق تؤدي الى الملاريا؟ هي احتمال تكون اخف ضرر، لكن ممكن الاطعمه المكشوفه اللي هي حنتكلم عنها في الصحه العامه او صحه البيئه هي ممكن تؤدي لامراض اخرى. جميل. تمام. طيب. لكن تركيزنا الاكثر اللي هو العمليه بتاعت احتمال ال- 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 القصه بتاعت توالد البعوض بيكون باقرب مكان بالنسبه لك. انا شفت في واحده من الاشياء او امبارح تقريبا امبارح الناس اللي بيكونوا قاعدين في العزابه مع شر العزابه. أيوة. في الشقق. أيوة. عندهم قمام جوا البيت. أيوة. وكميه بعوض وبيشم بس ريحه اكل، تلقى الشعب كله قاعد فوق. أيوة. فيش الحاصل. أيوة. تمام. اللي هو دي بالنسبه للمخلفات بتاعت النفايات ان احنا برضه ما قاعدين نهتم بها. تمام. وحنتطرق فيها في النقطه الثانيه. انه نحن المفترض انها حتى الغمامه دي ذاتها اول اوساخ اللي احنا بنتعامل معها، يعني كابسط شيء مفترض تكون شنو؟ لو هي داخل المنزل تكون في اناء كبير ويكون عنده شنو؟ غطاء. نعم. احنا قاعده بنخلي الحاجه المكشوفه، وبعض المرات بتكون قاعده معانا داخل المطبخ. صحيح. يعني ما عملت حاجه، انا نفس الحين انه المرض بقى موجود معي داخل البيت، وفي نفس الحين احنا لما نحس بالمرض الفلاني، ده الكلام اللي تكلمنا عنه في الحلقات الاولى، منو فينا بيمشي الطبيب بيقول لي عندي المرض الفلاني؟ طيب عندك المرض الفلاني، في سؤال مفترض انا اساله للطبيب، ايه اللي جاب المرض ده؟ ايوه احنا ما قاعدين نسال السؤال. صح. منو فينا بعد ما ياخذ العلاج ويحس نفسه انه بقى معافى بيقدر بيمشي جهه الاختصاص يرجع ثاني ويقول له يا اخي هل انا حامل المرض ده موجود ام غير موجود؟ ما عندنا الحاجه دي، احنا بس اللهم انا حسيت بنفسي انه بقيت معافى بلاش من اللي حياتي الباقي. والعدوى تنتقل لباقي. أيوة. الناس حتى العمليه بتاعت الجرعه انه حتى الجرعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حسيت بنفسي انه بقيت معافى بلاش من باقي الادويه الباقيه، خلاص انا بقيت نصيح في داعي ناخذ العلاج، حتاخذ فتره بتاعت اسبوع، حتاخذ فتره بتاعت اسبوعين، حتقع بنفس المرض واكعب من الاول. طيب من الاول كان يقول لك الطبيب يا اخي الحبوب دي خذها وقت ما انت تكون محتاجها، هو مش يقول لك عندك حبوب عند اللزوم، كان تاخذها، ليه قال لك اخذ الجرعه دي كل 8 ساعات؟ ليه قال لك كل 6 ساعات؟ ما انفرق. صح. العلاج اللي قال لك ده لانه مفترض انا اكمل الادويه بتاعتي في الفتره الزمنيه اللي حددها لي. 8 ساعات 6 ساعات دي اللي هي بيحصل فيها العمليه بتاعت اكتمال لمفعول العلاج داخل جسم المريض. 6 ساعات المفترض 6 ساعات الا ثانيه انا مفترض اكون تلقيت الجرعه اللي بعدها. جميل. لكن احنا لا. تمام. عادي ممكن اخر ربع ساعه
ممكن اخر ساعه، ممكن ما اخذ الجرعه، اخذ الجرعه اللي بعدها الساعه اللي بعد. فلا، احنا لازم ننتظر في النواحي العلاجيه عشان نحس بنفسنا انه بقينا معافين ونكمل العلاج ده من وإلى. جميل استاذ احمد. بس معلش محمد، ما كنتش عارف في الموضوع ده. نقطه انه انا صراحه بعض الناس اللي بعرفهم حق المعرفه بيخافوا انه يمشي للمستشفيات نسبه لانه يكون ماشي لمرض معين ويشخصوا له تشخيص خطا، فتقوم تسبب له امراض ثانيه اكبر من الامراض اللي هو قاعد فيها. صحيح. فهو محتاج انه شنو، عشان كده الناس نحن ناس يعني حريصين جدا. انا ما عايز امشي المستشفى، انا ادفع قروش على الفاضي. طيب، وبعدين اي راي بامراض اكثر من امراض انا جيت ماشي بها، دي الحاله الثانيه. الحاجه الثالثه، انا داير امشي داير اعمل لي حاجه في البيت. اسي ناس زمان ديل اهلنا زمان ما كان بيمشوا الدكاتره وكلام زي ده، بينجزوا حياتهم كلها بالسيستم وسكر وشعبيه عشبيه واشياء زي دي، انتهى البيان. فنحن عايزين يعني لو تكلم في الموضوع ده شويه، على سنه لما نمشي للدكتور ما يكون زهجان واخلاقه في نخرته يقول لك يا اخي 8 ساعات اشرب اي حاجه، ان بقيت كويس خلاص ما بقيت كويس علي رايح ثاني. ممكن. طيب، هو في 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 حاجات زي دي اللي هو بيكون ضغط بالنسبه لل الطبيب في اليوم العملي بتاعه، فنحن بنعذره لانه هو بجد يعني في مهمه صعبه جدا جدا. نعذره انه كتلناه ويعني يبهدلنا وكده؟ لا، هو مش بيبهدلك. طيب، هو بعض المرات الاخطاء الطبيه اللي بتحصل دي، يعني انت لو حاسس او شاكي انه مثلا العلاج اللي اخذته او التقرير بتاع الطبيب دي انه مرض ما، وانت شايف انه المرض ده خطير، ما تاخذ العلاج. لا، امشي اتاكد في معمل، امشي اتاكد في معمل ثاني. هو ده اللي بيحصل، انا مش اربع خمس انه امشي لمعمل. بعدين في 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 اماكن يعني ما شاء الله بيقول لك يا اخي المستشفى الفلاني او المعمل الفلاني دي الاداء بتاعهم يعني الكلام فيه منتهي. تمام، فانا مفترض طوال باشا، لكن هم بيخافوا من شنو؟ من النواحي الماديه. انا عشان ادخل الدي وجي واطلع، دي مشكله كبيره جدا عندنا. صح، تمام. فعشان كده الكلام بيقول انت بتغير نفسك بك، فما يعني ما تقول انه خلاص الطبيب قال يا اخي انه عندك المرض الفلاني مثلا، جاي قال لك في التقرير يا اخي عندك فشل كلوي. فشل كلوي حتعمل ايه؟ حتاكد خلاص انك بقيت عندك فشل كلوي؟ طيب، انا لازم اجري عمليه بتاعت فحص فحصين عشان اتاكد واطمئن انه هل انه الحاجه دي عندي ولا ما عندي. انا واحد من الناس كنت متهم بحاجه زي دي. تمام، كلى وما كلى، في النهايه الفحصين الثلاثه والفحص الرابع طلع ان هي كانت مشاكل من نواحي غذائيه، كانت اجري عمليه بتاع التاثير، واتضح ان هي ضغط بتاع غازات في منطقه المعده. بس ده عشان تأمن نفسك، انك انا ممكن من مره اقول لك انت قال حي الفلاني انت خلاص تأمن عليها وتقعد على كده. تمام، انا ما عملته وانا سويت وانا لسه صغير وانا ما صحيح. لا، تمام، عادي، اوريدي امشي كم معمل لاطمئنانك انت لسلامتك، عشان انك تاخذ شنو او تاكد الحي ده هل موجود ولا ما موجود. نعم، جميل. هو يعني احنا ما ننكر انه في اخطاء طبيه، في ضعف في في المعينات الطبيه في مستشفياتنا وتسال عنها وزاره الصحة بالتأكيد. لكن خلينا نرحب بكل مشاهدينا الكرام الآن اللي انضموا لنا واللي بيتابعوا حلقة اليوم من أنفاس الورد، وحديث عن في الإسعافات الأولية اليوم، حديث عن الملاريا والإصحاح البيئي مع الأستاذ أحمد النور، والأرقام بالتأكيد تظهر الآن. أستاذ أحمد النور، الآن كلنا الواحد بيشوف أنه في أثار للدغة البعوض أو يلقى بعض الدم وما بيهتم بالحاجه دي وبيمشي، بعد 5 6 يوم بيلقى نفسه عنده ملاريا. انا عرفت انه خلاص الان لدغتني باعوض، هل من المفترض انه انا يكون عندي حذر حاجه اعملها بعد لدغه الباعوض دي تبعد عني الملاريا، ولا المساله خلاص اخليها؟ لا، اكيد طبعا في عمليه بتاعت وقايه من الملاريا، اللي هي النقطه الاولى انه نحن نجري عمليه بتاعت اباده بالنسبه للحشائش. تمام، او الاشجار الصغيره اللي هي بتكون شنو مصدر بالنسبه لتوالد ايه توالد الباعوض. في نفس الحين القصه لما نحن نقول الاصحاح البيئي، الناس بتلجا لنقطه بتاعت نظافه من الله هو المحسنين. في نفس الحين نحن لما نقول اصحاح بيئي بنخلي بقايا بتاعت الاوساخ. البقايا بتاعت الاوساخ دي هتتراكم ثاني من جديد، يعني مثلا يقول لك يا اخي في الحي الفلاني فيه مكب او في كوشه بتاعت اوساخ انه الناس كلها بتشيل. طيب، يوم قالوا يا اخي شباب الحي يا اخي نحن عايزين نعمل حمله بتاعت نظافه. عملة النظافة دي على حسب الجهد بتاعهم انه هم بينظفوا بيخلوا بقايا صغيرة، البقايا الصغيرة خليها تتأكد تماما بعد ساعة أو ساعتين حترجع ثاني من الأول، يعني ما عملت حاجة. نحن لما نتكلم عن الإصحاح البيئي لعدم توالد البعوض أو لمكافحة توالد إيه؟ توالد البعوض. يعني عملية بتاعت برك نحن لازم نردمها، مياه نحن لازم نجري لها عملية بتاعت رش عبر المبيدات، ما في مبيدات نلجأ للزيت الراجع واحتمال نلقاه في أي حتة اللي هو الزيت الراجع بتاع السيارات أو العربات. تمام، نصبها عليها على اساس انه يتجنب العمليه بتاع شنو؟ انه يحصل عمليه بتاع التوالد، بالذات عندنا الجداول الكبيره او الخيران الكبيره اللي هي فيها المصدر بتاع عبور
المياه من الاحياء بتكون في عمليه بتاع التوالد بتاع الحشائش. ما خلاص انه انا رشيتها ممكن ابيد الحشائش دي واجري لها عمليه بتاع حرق، بعد ذاك ممكن اروش عليها المبيدات او اروش عليها الزيت الراجع عشان نتفادى العمليه بتاع التوالد ايه توالد البعوض. تمام. في نفس الحين ممكن استخدم العمليه بتاعه الناموسيات. احنا الناموسيات ناموس بشري نستخدم الناموسيات المشبعه. طيب نحن كعاده نستخدم الناموسيه العاديه. الناموسيه العاديه ما فيها مواد كيميائيه على اساس تقضي على شنو على الميكروب، هي بتكون موجوده حوالين شنو حوالي الناموسيه وازعاج ذاته في حد ذاته يعني. صحيح. تمام. تنقلب كيف من التريتي واقع فيك. ايوه خلاص موضوعك منتهي. في نفس الحين لما نستخدم الناموسيه المشبعه عندنا معاها مشكله كبيره. استخدام الناموسيه المشبعه انه نحن بنتعامل معاها بصوره خاطئه، يعني الماده الكيميائيه الموجوده فيها اذا حصل عمليه بتاع التلامس مع الجسم ممكن تؤدي العمليه بتاعه حساسيه. عشان كده لما انت بتمشي صيدلان وتقول له انه عايز ناموسيه مشبعه بيحذرك انك انه يحصل عمليه بتاع التلامس في اثناء تجهيز الناموسيه على الطبقه الخارجيه بالذات من الجسم، لانه بتؤدي العمليه بتاعه حساسيه. هما ما كل الاشخاص، في ناس عندهم ردود يعني سلبيه او ضرر ضد الماده الكيميائيه دي، عشان كده بيقول لك خليك انك تكون حذر انه ما تلامس الجسم في اثناء العمليه بتاعه الدخول او عمليه التجهيز بالنسبه لها. في نفس الحين ثاني عندنا العمليه بتاعه الشقوق داخل المنازل، مفترض نجري لها عمليه بتاعه الترميم لانه دي مصدر للعمليه بتاعه يكون مخصوص بالنسبه او توالد بالنسبه لشنو؟ البعوض. بالنسبه للبعوض. عذاب يعني ممكن كيف؟ ايوه عذاب ممكن بعد مش معي التلسكوب افتش البعوض. لا نو لا انت حتقفل الشقوق دي انك تعمل عمليه بتاع الترميم انك تقفلها، لكن الشقوق دي كل ما بقت موجوده كل ما بقى البعوض موجود معي اكثر. تمام. فدي كارثه كبيره جدا عندنا. نعم. في النقطه دي انا عاوز افصل في يعني الاصحاح البيئي، لكن خلينا ارجع بك شويه للملاريا. أوكي. الملاريا طبعا قاعدين نسمع الان عندها انواع، وفي الملاريا الخبيثه وما عارف، قاعدين نسمع بالملاريا الحبشيه والملاريا العاديه. أيوة. ممكن نتكلم عن الانواع والخطوره بتكون كيف؟ الملاريا اصلا هي بيسببها طفيل اسمه طفيل البلازميديوم وتنقل انثى بعوض الانوفلس دي اللي هي الناقل. طيب طفيل البلازميديوم احتمال عنده 14 فصيله او 14 نوع. ال 14 نوع منهم اربعه ديل بينتقلوا بين الانسان، اما العشر الباقيات بين الحيوانات. طيب عندنا الفصيله وهي الفصيله الاخطر عندنا فصيله الفالسيبروم دي اللي هي الموجوده عندنا نحن في السودان. ده الخطير. ايوه هذا شنو ذنب عملناه احنا. تمام. فصيله الفالسيبروم وهي دي ممكن تؤدي للملاريا الحميده. صح. تمام. وفي نفس الحين يعني من المضاعفات بتاعت اذا انت ما باشرت النواحي العلاجيه بصوره صحيحه او ما مشيت اصلا اخذت النواحي العلاجيه وبقيت طريح الفراش، تاكد تماما انت حتكون عرضه لاي مرض ما بالقرب منك. تمام. ليه؟ لانه بتفقدك المناعه. فقدتك المناعه معناها تاكد تماما اللي هي النقطه اللي انت بتتكلم عنها انه مشيت للطبيب عندك المرض الفلاني وعندك 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 وعندك، فتبقى هنا شنو؟ فتبقى المشكله هنا. تمام. النقطه الثانيه عندنا فصيله اسمها فصيله الفيباكس. قبل ما نشوف النقطه الثانيه دي خلينا نشوف احسان من دنقله ونجي راجعين ان شاء الله. احسان سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. لك التحية وللأخ المختص والأخ الزميل ولكل العاملين بشاشة طيبة، ونتمنى لجميع المشاهدين دوام الصحة والعافية إن شاء الله. الله يديك العافية. سؤالك أو استفسارك؟ أنا بسأل من إنه بالنسبة للأعراض أعراض الملاريا قد تتشابه فيما بينها في بأعراض أخرى، يعني الواحد أثناء ما بيمشي يفحص نفس الأعراض اللي بتكون أعراض الملاريا بتكون أعراض في مرض ثاني، لما يمشي يفحص بيقول أنت عندك التهابات أو أي حاجة في الجسم، ده برضو دايرين نعرف التحديد يوضح علينا بالتحديد تشابه الأعراض. والحاجة الثانية بالنسبة للفرق بين الملاريا العادية والملاريا الخبيثة من ناحية الأسباب. طبعا. المسببات الأعراض طرق الوقاية. جميل. والحاجة الثالثة برضو بسأل إنه يعني بالنسبة الحبوب الراجمات اللي بدوها لمريض الملاريا بيقول إنه كترت الحب الحبوب بتاعت الراجمات دي إذا الإنسان يتعاطى الجرعة في غير أغذية قد تكون سبب في وفاة الشخص والأعمار بيد الله تعالى. السؤال الأخير بالتحديد انه الملاريا بقول لك كثرت حبوب الملاريا بيؤدي الى الفشل الكلوي، هل الكلام ده صحيح؟ برضه يعني كتصحيح للمفاهيم برضه توضحوها لينا. شكرا لكم كثير. شكرا يا احسان، اسئلتك كلها ان شاء الله تجد الاجابه. هي طرقت النقطه الاولى ولربما حتى تكلمنا عنها مساله
الأسباب الأسباب والأعراض والأعراض، ولكن ممكن نذكر بها سريعا على أساس أنه هي تعرف. طيب قلنا انه بتكون من العلامات الموجوده، اي نعم هي فعلا زي ما انا ذكرتها برضو انه بتكون في عمليه بتاع التشابه لشنو للاعراض والعلامات لمرض ما. يعني ابسط شيء قلنا احنا اقرب مرض انه بيكون قريب اللي هو مرض اليرغان. طيب اذا انا مثلا مشيت وجريت عمليه بتاع التحليل وقال لي يا اخي انا عندي ملاريا، طيب في نفس الحين ما في حاجه بتمنعك انه يقول لي انه عايز اعمل فحص لشنو لليرغان. طيب ليه؟ عشان نجي نرطع للسؤال الاخير اللي هي كان بتتكلم عنه انه ممكن يؤدي العمليه بتاعت فشل كلوي والكلام ده. طيب هنا في علاج بيتم عمليه بتاعت انه بيتحمل انه ياخذ الملاريا وياخذ ايه اليرغان، عشان انا ما اخذ علاج الملاريا يحصل لي ضرر لشنو لليرغان، وانا عندي رغان وما اجريت عمليه بتاعت كشف او عمليه بتاعت فحص يعني. طيب في نفس الحين مشيت اجريت عمليه بتاعت تحاليل قال لي يا اخي انك عندك يرغان، طوال يقول لهم يا اخواننا عايز اعمل فحص لشنو للملاريا، عشان ليه اجرى عمليه بتاعت انه انا اخذ العلاج المناسب يتحمل لي المرضين معا، تمام؟ عشان ما اخذ واحد فيهم يضر لي شنو المرض الثاني. في نفس الحين العمليه بتاعت اللي هسه احنا هنتكلم عنها في مضاعفات في السؤال الاخير انه الفشل الكلوي او العمليه بتاعت تكاثر العلاج، تمام؟ انه انا باخده بكميه كثيره، ديل اغلبيه الناس اللي بيكونوا مشوا اخذوا العلاج من دون ما يلجوا لمين؟ الطبيب. ذكرت حبوب الراجمات دي في بعض الاغذيه قد تتعارض معه وتؤدي للوفاه لا سمح الله، الكلام أيوة. صحيح. عشان كده نحن بنتجنب انه لازم ارجع لمين؟ ارجع للطبيب واخذ الارشاد، اللي هو نحن بنيجي نتكلم في نقطه بتتكلم عن كيفيه اخذ العلاج بصوره صحيحه. ان النقطه الاولى اللي هو الارشادات اللي بيديني لها الطبيب، ونحن كعاده الارشادات اللي انا باخذها من الطبيب بنزل من العتبه الثانيه من الوحده العلاجيه نسيتها. دخلتها باضاني يعني مش نسيتها، انا متذكر لكن بطلعها باضاني شمال يا حلق الله خليه يعني حتى النسيان ذاتها موجوده تمام صحيح. في نفس الحين بيقول لك يا اخي لازم ترتاح. طيب احنا في الراحه دي ذات عندنا معاها مشكله صحيح. طيب الراحه هيحصل شنو؟ طيب قال لك راحه بالذات الناس الموظفين او الناس الطلبه الجامعيين او المدارس، قال لك اخذ راحه طوال يا حلق الله لو سمحت اكتب لي اورنيك. طيب في الاورنيك ذاته يا حكتب لي الاورنيك ده يا حلق الله الفتره بتاعت اسبوع. طيب انت الفتره بتاعت الاسبوع دي هتعمل فيها شنو؟ هو الطبيب بيكتب لك الاورنيك صحيح 3 يوم 4 يوم على حسب الحاله بتاعتك. طيب هتعمل فيها شنو؟ يعني احنا كعاده زي ما قلت لك بطلع من العتبه الثانيه العتبه الثالثه من المستشفى، بلاش من الكلام اللي قالوا لي خلاص الاورنيك وامشي بسلم الحته اللي انا تابع لها سواء كانت مدرسه او جامعه او وحده علاجيه يا فلان. ها انت وين؟ غيرت مسارك من انك اضطرت تمشي البيت؟ لا، طلعت من منطقه العمل سلمتهم الاورنيك او رسلت لهم قلت لهم يا اخي انه انا عيان ما حقدر اجي، ودوني اورنيك فتره 3 يوم 4 يوم انا بقضيها شنو؟ امور ثانيه. في نفس الحين الطبيب قال لي شنو؟ ارتاح. ارتاح. جميل. حتى العمليه بتاعت الراحه انا ذاتي لما اجي ارتاح على السرير فيها نقاط المفترض انا اعمل، ما خلاص انه في ناس بعض مرات الراحه دي خلاص زي دايرنا يا اخي انا جاري الاسبوع كله من الصباح لحد المساء يا اخي انا ما قادر انوم لي ساعه ما قادر، تلقاه مخمد في السرير على مدار 24 ساعه. صحيح. طيب انت رقدت على السرير على مدار 24 ساعه تاكد تماما انت ملكت نفسك للمرض. جميل. نجيب على التساؤل الثاني ان شاء الله عن الانواع الملاريا واللي كنا واقفين فيه، ولكن بعد ما نشوف يا عبد الرحمن اسراء من الشماليه. طيب اسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. هلا يا استاذ عبد الرحمن، يا استاذ محمد عمر، التحيه لعبد الرحمن للضيف قاعد معاكم اللي كل التيم العامل في قناه طيب الفضائيه. الله يديك العافيه، مرحبا بك. طبعا عندي سؤال واحد، انا يعني في الناس يعني في يقولوا لك في الملاريا بيقولوا يعني كل واحد لو جاته ملاريا اول حاجه في ناس بيقول لك يا اخي والله انا الملاريا لما تجيني انا بلاقي بعيد اليوم ما عندي يا طبيب. جيت يعمل في الناس اللي تكلمت عنه يعني انت قبل تكلمت في الموضوع ده، لكن انا عندي يعني في يقولوا لك نحن بنمشي الصيدليه او المستشفى بيجيبوا الابر وبيستخدموها بناهم، بيقولوا يا اخي نحن لو عندنا ملاريا بتشيلها مننا، لو ما عندنا ملاريا ما بتعمل لنا حاجه. انا لا اعرف يعني ايش الابر اللي بيستخدموها دي ممكن تعمل حاجه، يعني لو الواحد ما عنده ملاريا ممكن تؤدي لمرض اخر، يعني هم بيقولوا لو عندهم ملاريا بتشيل الملاريا، لو ما عندهم ملاريا ما بتعمل لهم حاجه. وكثير من الناس كانوا يشتغلوا بالموضوع ده، يعني الواحد كل واحد يبغى يجي مثلا المستشفى يجيب الحقن يجيب طاعم براء ويلم ينسيه يا غريب. شكرا شكرا يا اسراء. الله خير. اسراء ما مشت بعيد برضه من الاستخدامات الخاطئه. الصدمات الخاطئه للعلاج. قالت انه الابره الزول لو حس انه عنده ملاريا احيانا كاحساس بيمشي يستخدم الابره، بيقول لك الابره دي ما بتضرني، كان ما نفعتني ما بتضرني، يعني حتى لو ما عندي ملاريا تكون بالنسبه لي وقايه. هل عندها اثار جانبيه؟ اكيد اكيد عندها اثار جانبيه. طيب اذا انا باخذ العلاج والعلاج ده اصلا يعني زي ما قلت لك انه في بعض العلاجات احنا لازم نجري لها عمليه بتاعت اختبار قبل عمليه الاستخدام تحليل، فاذا انا باخذ العلاج وحسيت بالضرر طيب مين اللي حيكون السبب في الحته دي؟
احنا من نيجي نقول ما بقول للشخص اللي استخدم الحقنه، بنودي التهمه لمنه؟ للصيدليه. الصيدليه انك انت صرفت له العلاج وانت اللي اديتني الحاجه دي. احنا بس نتمنى انه من كل المشاهدين او لكل شخص بتابعنا عبر قناه طيبه انه نتجنب انه نحن اخواننا ناخذ علاج من دون قرار طبيب. تمام. ده تحذير حتى ذاته. نحن في العمليه بتاعت اخذ العلاج حسوا هم نحن بقول لك بناخذ الحقنه برانا. طيب برانا بتلقى انه ذات العمليه بتاعت انك بالذات الحقن بتاعت العضل دي. تمام. الناس بتاخذ الجرعه بكون انا مثلا شفت الطبيب الفلاني اول ممرض الفلاني اخذ خلاص. احنا عندنا بالذات في الشماليه بالذات عمل ولايه شماليه دنقله فعندهم الحاجه دي يعني انا خلاص عرفت الطريقه كيف انا بعرف بحقن. طيب تعرف تحقن النقطه ذاتها بتاعت انك تحقن عندها شغل بتاع مؤسسيه عشان انك تتعامل بصوره صحيحه. احنا بندي نقطه لاي ممرض او اي كادر دمه لجمعيه الهلال الاحمر السوداني في الفتره التدريبيه بالذات لما نجي النقطه بتاعت الحقن والدريبات عندنا قانون اسمه قانون الدواء وقانون الروشته. قانون الدواء وقانون الروشته دي لو ما في روشته مع العلاج احذر انك تدي المريض ده علاج عشان ما تكون انت شنو؟ انت المسائل. لانه مع ذلك لما تخش فيها مسائل قانونيه وكلام بالشكل دي بيسالوك اول سؤال بيسالوك هناك هل انت اتبعت الخطوات اللي ادوك ليها؟ انا واحد من الناس وقاعد اقول لاي مدرب بنزل فيهم الجانب بتاع الخوف دي عشان ليه؟ ما يتعامل بصوره شنو؟ بصوره سلبيه. تمام. حاجه اسالك اول سؤال انت تعاملت مع احمد عادل تعاملت مع المريض ده بروشته؟ بيقول لي لا. انا بقول له ما تاخذ اجراءاتك لانه انا اديتك تحذير من قبل ما تطلع مني وقبل ما انا اوصلك المستشفى للفتره التدريبيه بتاعتك بديك تحذير انك انت ما تتعامل مع اي مريض من دون شنو؟ من دون روشته. احنا كعادل الكلام اللي تكلمنا عنه قبل بحس بالمرض الفلاني بمشي صيدليني تعال احمد عادل ياخذ لنا الحقنه الفلانيه. احمد عادل هو اوريدي عارف انه الحقنه دي بتاخذ كيف. تمام. مرت بيه كثير زول ممرض وعارف او زول طبيب عارف الحاجه دي. اديتك الجرعه ظهرت المضاعفات من المسؤول؟ مسؤول الزول اللي ادى الجرعه الزول اللي اداك الحقنه. عشان كده هنا ما تعرض نفسك للمساءله او يعني ما تمشي للصيدليه وتقول لهم يا اخي ادوني العلاج الفلاني في نفس الحين حتى لو انت خايف ذاته حسيت بالاعراض والعلامات عشان تمشي تقابل الطبيب بالسعر الفلاني وتمشي تقابل المعمل بالسعر الفلاني وتمشي الصيدليه تاخذ العلاج بالسعر الفلاني زي ما انت مشيت توجهت للصيدليه امشي المعمل. مش انت قلت عايز علاج بتاع ملاريا امشي المعمل قول لهم انا عايز افحص ملاريا في ملاريا اهلا وسهلا ما في ملاريا خلاص انت ما في داعي انك انت خلاص حسيت بالاعراض والعلامات تمشي طوالي تتوجه للصيدليه هنا تقول لي يا اخي اديه الحاجه الفلانيه. حتى في بعض الاسئله بعض المرات بيسال الطبيب بالذات مع العنصر النسائي الطبيب الصيدلاني بيساله الاسئله بتكون محرجه هي بتكون موجوده بيقول لك يا اخي لا ما في ليه؟ لانه السؤال اللي حيسالك له الطبيب الصيدلاني ده حيديك العلاج على بناء الكلام اللي انت قلته. طيب انت لما تمشي تقعد قدام الطبيب والطبيب يقول لك يا اخي عندي واحد اثنين وثلاثة واربعة ويسألك هل الحياة دي موجودة ونفس السؤال سألك له صيدلاني جيت هنا قلت له ايوه في ايه هو الصيدلاني حيمشي يكتب بكره حيعمل له بورطة كبيرة على باب الصيدلية حيقول له فلان فلان عنده الحياة الفلانية دي اكيد لا. لكن هو لما يسألك السؤال لا عشان يديك العلاج المناسب. بعض مرات الصيدلاني لما يحس بنفسك انك انت الحاجة اللي انت بتتكلم عنها او الحاجة اللي بيسألك عنها هدية حاسب بتردد هو ذاته بتخوف انه يديك شنو؟ يديك علاج كان اداك حيديك مسكن. تمام. عشان ما يدخل نفسه في شنو؟ يدخل نفسه في مشكله. عشان كده نتجنب انه نحن نبادر انه نمشي الوحده العلاجيه عشان انه نمشي شنو؟ نتاكد من هل انه الحاجه دي موجوده ولا ما موجوده عشان اخذ ايه؟ اخذ العلاج المناسب. تمام. نحن نمشي تساؤل احسان وتساؤلنا كمان عن انواع الملاريا والملاريا الخبيثه والفرق بيناتهم. وصلنا في اللي هو تكلمنا عن النقطه الاولى اللي هو فصيله الفالسيبرام اللي هي بتؤدي للملاريا الحميده وفي نفس الحين في حاله انه انا ما كملت العلاج بتاعي او حصل تقطيع بالنسبه للعلاج او ما اخذت العلاج نهائيا اللي هو هنا بيحصل عمليه بتاع الفقدان بالنسبه للمناعه وبتكون عرضه لعده امراض. عندنا النقطه الثانيه عندنا فصيله الفيفاكس ودي هي احتمال اقل خطوره برضه دي موجوده عندنا هنا في السودان. عندنا الفصيله الثالثه اللي هي فصيله الميلاري دي اللي هي بتؤدي للملاريا الخبيثه بترجع للنقاط بتاعت فترة الحضانة انه فصيلة الفالسيبرام بتتراوح بين 9 الى 12 يوم بالنسبة للفيفاكس وبالنسبة لفصيلة اخرى هسه هنتكلم عنها الرابعة اللي هي فصيلة الاوفالي فترة الحضانة بتاعتها 14 يوم اما فصيلة الميلاري فترة الحضانة بتاعتها 30 يوم اللي هي بيسموها بالميلاري ايه؟ ميلاري الخماس الخبيثة. طيب الفيفاكس شنو كانت؟ الفصيلة بتاعت الفالسيبرام دي دي ممكن تؤدي الناس بتقول لي يا اخي الملاريا طلعت في الراس اللي هي تسمى بالملاريا الدماغيه. تمام. انه بيحصل عمليه بتاع التاثير بالنسبه للخلايا بتاعه المخ ودي لو ما حاولت انك تعالجها بصوره سريعه ممكن تؤدي الى شنو؟ تؤدي الى الوفاه. تمام.
فدي بعض مرات الناس بتلجأ، ما عارف يقول لك يا اخي نحن نمسي الشيخ الفلاني على اساس انه يمشي يقرا لنا، او يقول لك يا اخي زول ده، وطبعا ما بيكونوا عارفين انه هو عنده ملاريا على حسب الـ 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 الضغط اللي بيكون حصل على الخلايا بتاعت الاعصاب في المخ، بيقول لك يا اخي زول ده ادوه عين، زول ده ما عارف، وزول ده. في نفس الحين احنا قبل ما نمشي الطب البديل نمشي للطبيب تمام، على اساس انك تاكد بعد ذاك اذا قال لك انه الحاجه دي طيب ذاته، ممكن يقول لك يا اخي انه الحاجه دي ممكن تكون شنو عمل، او ممكن يقول لك مثلا فلان زي ما احنا بنقول سحروه او ادوه عين، او بعد ذاك ممكن تلجا للشيوخ في النقطه دي. عندنا الفصيله بتاعت الفصيله بتاعت الاوفال اللي هي الفصيله اللي قلنا بتتراوح الفتره بتاعتها بين 14 يوم. بالنسبه للعمليه بتاعت قصه الفشل الكلوي دي، ده اللي هو بيحصل عمليه بتاع التقصير من الناحيه بتاعت النواحي الغذائيه، اللي هو بيحصل برضه غير انه العمليه بتاعت الفشل الكلوي بيحصل عمليه بتاعت تليف بالنسبه للكبد. الكلام الكبير اتكلمنا عنه انه هو يكون ربط بين اليرقان وبين الملاريا الاثنين معا، عشان كده لما قلنا هنا لما تيجي تجري عمليه بتاعت فحص تاكد تماما هل انه عندي ملاريا وعندي يرقان عشان اخذ العلاج المناسب. ما اخذ علاج للملاريا يقوم يعمل لي عمليه بتاعت تاثير اللي هو الاكثار من العمليه بتاعت النواحي العلاجيه، حسيت بالاعراض والعلامات دي عشان ما ابقى في قصه انه امشي تاني للطبيب، هي ما جاتني حسي قبل شهرين او 3 شهور، تاني امشي الطبيب ما امشي الصيدلاني باخذ اللي هي زي الراجمات اللي بتتكلم عنها الاخت الاولى تمام. العمليه بتاعت الاكثار طوال هيحصل عمليه بتاعت تاثير على شنو؟ على الكلى. في نفس الحين بيحصل عمليه بتاعت فقدان بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للسوائل، بعد انه انا بقول لك لوحدي من العلامات انه بتكون في عدم الشهيه بالنسبه للاكل تمام، او بالنسبه للشراب، تحط لي الوجبه الاكل بتكون زي ما هي، تمشي تيجي تلقاها زي ما هي، ما في ما حي... حتى لو اكل حيكون اكل له لقمه او لقمتين واكتفى على كده، يعني ما حاجه بتغطي شنو التغذيه الكامله بالنسبه بالنسبه للمريض. ممكن يصل لمرحله بتاعت انه يحصل عمليه بتاعت قله بالنسبه للتبول او التوقف نهائيا. ده بيسوي شنو؟ انك انت ما قاعد تاخذ سوائل، وفي نفس الحين انت بتطلع سوائل، طلوع السوائل اللي هي بتطلع بعبر شنو؟ بعبر العرق. في نفس الحين انا ما بعود السوائل، وابسط حاجه تكلمنا عنها نحن قبل كده في تعويض السوائل. اذا انا داخل المنزل ما مشيت وحده علاجيه وعايز اتعامل مع تعويض السوائل، اتعامل معه بطريقتين. نحن كعاده بنقول لك يا اخي كوب ملح وسكر مع بعض وشرب الزول، او شربه عصير. طيب انت حتمشي في المسار بتاع العصير لفتره اسبوع اسبوعين شهر، عصير عصير عصير، بعد فتره بعد ما يحس بنفسه انه معاف حتظهر له اعراض وعلامات، امشي اجري عمليه التحاليل حيقول عنده ايه؟ عنده سكر. طيب عمليه التعويض زي ما تمشي الطبيب، الطبيب يقول لك عندك سكر او عندك ضغط، حيديك جلوكوز اللي هو المخلوط بين السكر وبين شنو؟ بين الملح. طيب هنا في نفس الحين بنلجا لنقطه في العمليه بتاع تعويض السوائل، بالفتره الصباحيه اديه العصائر اللي انت كنت بتديها له، لكن بالفتره المسائيه اديه ايه؟ الحاجه العكس اللي هي الاملاح عبر الشوربات. احنا قاعدين نعمل العكس، انه بناخذ الاملاح بالفتره الصباحيه والفتره المسائيه بناخذ ايه؟ سكريات. صحيح. في نفس الحين بيقول انه احنا ماشيين لفتره بتاعت خمول، انه انا عايز انوم. في نفس الحين عضله المعده برضه نفس الطريقه، اول بطن برضه هي عايزه تنوم تمام. طيب في الفتره دي بيحصل شنو؟ تحصل فيها المشاكل بتاعه التعثرات الهضميه والالام والحرقان اللي بصبح فيه ثاني يوم الصباح تمام. بعد شويه يقول لك يا اخي انه بطني وجعاني وانا ما عارف اكلت شنو، والحاجه اللي اكلتها ما يعني ما بتادي للحاجه دي، دي واحده من المشاكل. انا لما اخذ السكر بالفتره الصباحيه اللي هو بيحصل فيها عمليه بتاعه حرق بالنسبه لشنو؟ بالنسبه للسكريات. بالفتره المسائيه باخذ ايه؟ باخذ املاح. يا اما امشي الطبيب يقول لي يا اخي انه انا حاصل كده وعايز محاليل وريديه للعمليه بتاعه التغذيه لفقدان سوائل، على حسب المرض زين، هو عنده مرض مزمن ولا ما عنده مرض مزمن. عنده مرض مزمن اللي هو بيسالوه عنده سكر ولا عنده ضغط، ضغط حيدوه سكريات، واذا عنده سكر حيدوه ايه؟ املاح. ما في الاثنين حيدوه الاثنين مع بعض اللي هو السكر والملح في العمليه بتاعه تعويض السوائل. جميل، احنا كده كملنا موضوع الملاريا، نمشي لموضوع الاصحاح البيئي، وده موضوع بالمناسبه موضوع كبير جدا، وفيه كثير من التشابكات والتصرفات الخاطئه مننا نحن احيانا، واحيانا بتكون برضه من الجهات المسؤوله المسؤوله عن الاصحاح البيئي. لكن خلينا نتكلم عن ممارسات، قبل شويه فصلت بعض الشقوق وغيرها بتكون موجود فيها البعوض في البيت، فيها ممارسات داخل البيت مثلا في غسل الاواني بصوره صحيحه، الخضروات وغيرها، محتاجين نعرف اشياء تثقيفيه زي دي. طيب بالنسبه للعمليه بتاعت غسل الصحون، احتمال ذات عندنا معاها مشكله كبيره جدا جدا. الناس اللي بيقول لك يا اخي مثلا انا غسلت وجففت الصحن بتاعي ودخلته داخل ايه؟ داخل الدولاب. طيب لما نجي نستخدمه للمره الثانيه، طيب حيحصل ايه من دون عمليه بتاعت ايه؟ غسيل. طوالي بخط عليه شنو؟ الوجبه بتاعتي، او مثلا كوبايه بخط عليها شنو؟ الكوبايه اكب عليها طوال الشاي او المويه اللي انا عايز اشربها. طيب هل انت متاكد انه الدولاب بتاعك ده من الداخل امن؟ ما في حشرات صغيره بتكون موجوده في الداخل.
في نفس الحين القطع اللي انت استخدمتها دي في اثناء عمليه النظافه هي قاعده فين؟ ما قاعده في المطبخ وقاعده في الاسطح الخارجيه، معناتها فيها كميه بتاعت ميكروبات عليها. زي ما انت غسلتها من المرحله الاولى وجيت دار تستخدمها برضه اجري لها عمليه بتاعت غسيل. نفس الحاجه دي انا قاعد اقول لاي ست شاي، انه انت لما تتعامل في العمليه بتاعت غسيل الكوبايه انت زول ما قاعد تشربه شاي، انت بتشربه في صابون. طيب بتكون عندها اناءين، اناء فيه ماء نقي واناء فيه ماء وصابون. انا بدخل الكوبايه بطلعها بدخلها في الكوبايه بتاع في الاناء الثاني بتاع الصابون بجففها بحركه الايد وبكب عليها 30 كوبايه 40 كوبايه في نفس. طيب في نفس الحين المويه النظيفه ذاتها عشان تلقى عمل شنو في الاطراف عملت روه، تمام، معناتها شنو؟ بقت هي ذات صابون. ففي الحته دي نحن نتجنب انه نحن يعني الاهتمام بالذات مع الاواني المنزليه دي نتعامل معاها بصوره صحيحه يعني، تمام. حتى العمليه بتاعت استخدام الاواني البلديه زي ما بقول لك المنقوشه، تمام، او المعالق بتاعتنا ذاتها بتكون فيها عمليه بتاعت نقش، لو لاحظت بعض المرات بتكون فيها عمليه بتاعت اتساخ عليها، هي ما نحن بنشوفها حاجه عاديه، دي ما برضه ميكروبات، نحن ما قاعدين نضع عليها عمليه بتاعت اهتمام يعني. الصحون المنقوشه دي ذاتها من الداخل اول مطليه بالبهيه الظاهره، تمام، بنفس الطريقه برضه بتكون في عمليه بتاعت اسقاب صغيره وتكون داخلها شنو؟ ميكروبات، تمام. عشان كده نتجنب انه نحن نتعامل مع هذه الاشياء الا مع الاسطح الناعمه، تمام، اللي هي مثلا زي الزجاج، تمام، امانا في العمليه بتاعت استخدام شنو؟ الادوات. بالنسبه للعمليه بتاعت الخضروات ذاتها نحن معاها كارثه كبيره، انت ذكرت منها نقطه، انه لما نيجي اشتري من التاجر بيقول لك يا اخي الزول البره الفارش بره دي ارخص من الزول شنو؟ الجوة اللي هي الجملونات اللي بتكون مخصصه بالنسبه لشنو؟ الخضروات. طيب اللي هو بيقول لك حتى هم ذاتهم بيقول لك يا اخي الزبون ما بيقدر بيخش جوا، انا ما اساعده اطلع له بره، تمام. طريق المواصلات انت بتنزل من المواصلات بتلقى شنو؟ المدار قدامك بيشيل الحاجه دي وبتمشي. طيب الزول الفارش بره دي فارش على شنو؟ فارش على الارض. صحيح. الارض دي فيها شنو؟ فيها كميه من الميكروبات، فيها كميه من روث الحيوانات، تمام، على الارض. نحن بنرشها بمويه، بنفرش عليها رمله، بنخط عليها شوال، بنرشها برمله، بنخط بعد ذاك شنو؟ الخضروات بتاعتنا. طيب خطيت الخضروات ذاتها بترشها بشنو؟ بمويه، معناها تتفاعلت معاها شنو؟ الميكرو والخضار بتاعك شنو؟ مكشوف. حركه السيارات، الدخان، حركه الناس على الارض، كميه بتاعت غبار وملوثات نزلت عليها. في النوع اللي بيجي كمان بيقول لك يا اخي والله ما شاء الله الطماطم دي سمحه او العجوره دي سمحه، من دون ما هنا يشيل لك قطعه وشنو؟ ويتناولها طوالي مباشره، تمام. فدي كارثه كبيره جدا جدا، حتى نحن ذاتها لما نشيلها وندخل بها داخل البيت، تمام، يعني ما بنجري عمليه بتاعت نظافه بصوره صحيحه. صحيح. او غسيل بصوره صحيحه. لهفه وشول بسرعه، اديتها مويه كده قطعتها يا زول واكلتها من الله حب المحسنين. الغسيل الكويس ممكن الواحد يقدر يعمله شنو؟ ابسط حاجه نحن نغسل الخضروات بصوره صحيحه. كيف؟ يعني نحن كعاده بعض مرات حتى عمليه الغسيل بتتم زي ست الشاي. تلقى في بعض الناس بيكون عندهم يعني بقول لك المويه فيها مشكله، بيكون حاطط لهم جردل، تمام، فوق الحوض ولا حاجه، بغمض الحاجه دي جوه وبطلعها بس. طيب خليها على مويه جاريه، حتى المويه اللي انت بتغسل فيها دي ما تلوثت، ولما تيجي تشيلها حتشيل نفس الحاجه اللي انت دخلتها شيلتها معاك. صح. ما عملت عمليه بتاعت نظافه، تعامل مع الحنفيه او مع الماسوره، تمام، بعمليه بتاعت غسيل، مع عمليه بتاعت ضغط او دعكه على شنو؟ بالذات الخضروات الورقيه، مثلا زي الجرجير، زي الخضره، زي الرجله، تمام، دي انا لازم اغسلها بصوره صحيحه. نحن لازم بعدين نشوف يعني انا كل مره بتكلم في النقطه دي، مثلا بتعامل مع الرجله وتعامل مع الخضره، نحن بنجيبها للاسره في البيت من دون ما تغسلها. صحيح. طوالت القام شنو؟ قطعت. بعد ما قطعت حتى بعد ذاك تمشي شنو؟ تغسل. ليه انا ما اغسل من الاول؟ اللي بيمنع ايه؟ لا ما في حاجه بتمنع، لكن احنا لا ماشيين زي ما بيقولوا شنو حياه قديمه، عادات وتقاليد نحن ماشيين بيها، دي احتمال تكون ضرر كبير في العمليه بتاعت انه نحن بنتناول كميه من الميكروبات. وانا بقول والله العظيم حامينا رب العباد، تمام، انه من الحاجات دي حتى ذات عندنا مشكله القصه بتاعت الاسمده ذاتها. صحيح. تمام، زي المشاكل كانت حاصله قبل الفتره في الوساطه الاجتماعيه، البطيخ وما عارف شنو وغيره من الحاجات دي، والان يعني كثره السرطان في البلاد لربما سبب كثير. أيوة. من الميكروبات. ايوه الميكروبات الكيميائيه اللي هي الاسمده دي، يا زياده الكميه يا السماد ذاته فيه اشكاليه، تمام، او استخدمته بصوره خاطئه،
فبقت لنا كارثه كبيره جدا جدا. احنا بس نحاول انه نهتم حتى المزارعين ذاتهم انه هم يهتموا بالحاجه دي بصوره صحيحه ويعرضوا. انا كل مره بقول لهم انتوا يا اخوانا حصل قبل كده شفتوا الطماطم ده بالحجم ده؟ يعني احنا طماطم السنه دي بصوره يعني خرافيه البطيخ جدا اهم حياه شيء. حياه كبيره جدا جدا ممتاز. يعني انا ممكن اخذ جانب برضو يعني صح. جانب الوقايه بالنسبه للامراض وغيرها من الاشياء. النظافة الشخصية رأيك فيها شنو؟ النظافة الشخصية دي والله العظيم لو اتكلمنا فيها كوارث كبيرة جدا جدا جدا. تمام باقي لنا دقيقتين. النظافة بإشارات ونواصل إن شاء الله الحلقة الجاية. أوكي ما في مشكلة. النظافة الشخصية في نقطة معينة يعني نتكلم عنها، يعني مثلا زي الاستحمام أبسط شيء. نحن كحد أقصى نفترض في اليوم استحمام مرتين. لا أي كحد أقصى كحد أدنى. تمام إنه استحمام، لكن نحن كعادة بعض المرات يعني الليلة ما استحميت يومين كده بكون خلاص يعني ما في داعي انه استحم. انا استحميت خلاص يعني في داعي انا استحم. تمام حتى الحمام ذاته في حد ذاته انه حتى لو انت استحميت لمره واحده استحمامك شنو؟ انت بتخش داخل الدش كبيت ميه في جسمك قفلت الميه وطلعت انت استحميت ما عملت حاجه. طيب ليه فين الليفه فين الصابون؟ خلي الليفه فين الصابون؟ امسح جسمك بالصابون عشان تتاكد منه الميكروبات بالذات، لانه دي بتؤدي لشنو المشاكل الميكروبات او نتجنب انه يكون في عمليه بتاعت ميكروبات بعد شويه حتبقى لنا مشاكل جلديه و و و والكلام ده. استخدم الصابون زي انت ما عايز تستخدم لنا الليفه دي بتاعت الاستحمام. نظف نفسك بصوره صحيحه، نفس الكلام اتكلمنا عنه احنا كان في العدوى المره اللي فاتت في العمليه بتاعت مثلا عد النقود سواء انه كانت ورقيه او معدنيه. العمليه بتاعت انه انا مثلا لما امشي اطلع المواصلات واجي نازل تمام، مفترض ادخلت البيت مفترض اجري عمليه بتاعه غسيل بالنسبه للايد عشان امنع الميكروبات بتاعتي. الدخول للوحدات العلاجيه المستشفيات المراكز برضه نفس الطريقه، رجوعك للبيت مفترض برضه اجري عمليه بتاعه غسيل. عندنا كارثه كبيره جدا جدا لما نخدت لك الوجبه قدامك وتكون جعان انت مغسل يدينك لا انت بتغسل، لكن شوف عمليه الغسيل كيف. أها. بتمشي يا اما عبر الابريك يا اما عبر الحنفيه اطراف الاصابع بس كده وخلاص، وتجي جاري على شنو؟ على الصينيه. طيب انت لما تاكل في اللحظه دي اذا انت ما اصبت بالمرض هيصاب به الزول القاعد معاك. ثاني حاجه في العمليه بتاعه تقليم الاظافر، احنا عندنا كوارث العمليه بتاعه التربيه بالنسبه للاظافر. نحن كنا بنقول البنات خاصه عند البنات حسي بقت الاولاد ذاته نفس الطريقه بيقول انه هم يربوا شنو؟ يربوا الاظافر. يقول لك يا اخي بربي الضفره القيصر الصغير ليه؟ يقول لك عشان احك به الاسكراتش، او يقول لك عشان اضيف به اضاني، او عشان احب الكلام الفارغ اللي بيقوله فوق. تمام ما منه اي فائده. فنحن ده عمليه بتاع التشبهات بحاجه اصلا اوريدي ما حقتنا نحن، فنتجنب من انه نحن نتعامل مع الحاجه دي انه تكون انك موقي نفسك بصوره صحيحه. يمكن تكون استاذ احمد نقطه النهايه لنا الان في حلقتنا الليله، لكن نقطه البدايه في الحلقه القادمه مشاهدي الله تعالى من الاسعافات الاوليه. دكتور احمد او الاستاذ احمد النور سعيدين بك جدا معنا في أنفاس الورد، في معنا نرتقي مدير التدريب المحلية جبل أولياء. شكرا.